أحب أستاذ وسام يقول لك من يشكر الناس لا يشكر الله. شوف للسيارة أستاذ وسام، هاي طولي بعمرك ما أخذناها كاش، لو مش دولت كان خدتها على البنك، لكن ما أخذنا كاش، ها كله بفضل التحليل الموجي. أنا مستغرب الناس مش مفاهمة. جزاك الله خير، والله يجيك الجنة إن شاء الله، علمتنا وايد. ولليوم 8 شهور وأنا أدرس، وصح معلومة مهمة، أنا استفدت من جروب التحليلات يومية وجروب الأعضاء أكثر من الدور، مش تقليلا في الدور، ولكن في ممارسات يومية، وهالشيء ساعدني وايد. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في درس جديد وفي تحليل جديد للبيتكوين كما تعودنا يوميا. لكن قبل البدء أدعوكم للاشتراك في قناة التليجرام المجانية، هذا ورابطها تضغطون عليه من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة، لا تأخذون الاسم ولا الصورة، مقلدين نصابين كثر ينتحلون شخصيتي في جميع مواقع التواصل، انتبهوا، تضغط على الرابط من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة، حتى لا تأخذوا لا نسخ ولا نسخ، مباشرة تضغط عليه من صندوق الوصف لهذا الفيديو، عندما تضغط عليه تصبح عضو في هذه القناة المجانية التي يشارك معك فيها أرباح المشاركين في دوراتنا التدريبية، ولاحظوا أرباح يوم 3 أبريل 100%، 47%، 218% في اليو اس اويل، 225% ام كي ار، 117% بيك، 38% ماسك، 91% 195% في عملات ماسك، 694% في الغاز الطبيعي الاخ حسين يعني متخصص غاز، 175% في الدوج كوين وفي الدوج الاكس ار بي، 42%، يعني ارباح قويه الحمد لله، كل يوم نشاركها معكم. كذلك نشارك معك صفقات صوت وصوره، شهادات صوت وصوره للاخوه المشاركين في دوراتنا التدريبيه حتى نثبت لكم قوه دوراتنا التدريبيه، وفي الاخير نشارك معكم اخر العروض، وهذا هو اخر عرض واقوى عرض وضعته لحد الساعه تحصل فيه على دوره التحليل الموجي ودوره البرايس اكشن، هم عباره عن 34 فيديو مسجل، 25 ساعه من الاسرار لاحتراف اي سوق بمتداولين. لكن الأهم والأقوى بالنسبة لي أنك مع هذا العرض ستحصل على اشتراك لمدة 3 أشهر في قناة التحليلات اليومية. في هذه القناة نحلل فيها يوميا كل الأسواق، فوركس، أسهم، كريبتو، مواد أولية، يوميا نحدد أهم المناطق، مناطق التلاعبات، متى نبتعد، متى قد يكون هناك تلاعب، متى الأمر غير جيد، متى سيكون هناك الأخبار، انتبهوا من هذا الأمر، يعني تطبيق مباشر لدوراتنا التدريبية، يعني دورة تدريبية مباشرة بإضافة إلى الدورة المسجلة. وتحصل كذلك على 3 أشهر اشتراك في مجموعة نقاشات التابعة لقناة التحليلات اليومية بأخيرات المتداولين لدي، يجاوبونك على أسئلتك، يشاركون معك أرباحهم، يشاركون معك صفقاتهم، يشجعونك على احترام المبادئ المجموعة، مبادئ عائلة العلم يعرف الكذب، يعني عائلة تساعد بعضها البعض، لا تشترك فقط في عرض أو في دورة، تشترك وتنضم إلى عائلة، لذلك نريدك معنا، ولذلك العرض كله فقط ب $197 حتى ينضم إلينا الجميع، نريدك أن تصبح من 5% الرابحين، لا نريدك أن تبقى في 95% الخاسرين عفوا. إذا أردت الاشتراك في هذا العرض الرابط مثبت في التعليقات أول رابط، وفي صندوق الوصف أول رابط. إذا أردت أن تتعلم تطبق وتحقق الأرباح في نفس الوقت إن كنت جادا، رابط في التعليقات كما قلت أول رابط اضغط عليه، أو في صندوق الوصف، وتتحدث معي مباشرة على الخاص، أنا اللي أجاوبك على التليجرام، وتبدأ رحلتك نحو 5% الرابحين. لا تنسوا كذلك الاشتراك في قناة العملاء في الكذب مباشر باليوتيوب، وصلنا إلى 5900 مشترك، نريد أن نصل إلى 10,000 قبل البدء بوضع فيديوهات في هذه القناة. الرابط مثبت في التعليقات. ثالث رابط، تحذير، التداول مهنة خطيرة يمكن أن تخسرك أموالك، لذلك كل ما نقوم به في هذه القناة هو دمغزة تعليمي وتثقيفي 100%، لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية ولا توصيات. إذا ضغط على زر الشراء أو البيع فأنت المسؤول، مسؤولية تنتم عن قراراتك. قناة العملاء في الكذب لا تتحمل أي مسؤولية، كل ما نطلبه منك هو أن تراقب، تقارن، تشاهد، وإذا عجبتك الطريقة يمكنك الانضمام من عروضنا وإلى دورتنا. ماذا لدينا في البيتكوين؟ إذن لاحظوا معي،
إذا تذكرتم كنا قد حددنا هذه المنطقة وقلنا أن هذه منطقة صعبة، سيتعذب البيتكوين لكي يجتازها، سيتعذب البيتكوين لكي يجتازها، سيتعذب بيج بوي فريم الأسبوعي لكي يجتاز بيج بوي فريم اليومي، لأنه هذا البيج بوي اللي هو في فريم اليومي لا نعرف الذي عمل هذه الحركة القوية، لا نعرف هل خرج من السوق ولا لا. إذا خرج في هذا التحضير يجب أن يطير البيتكوين بعد أن يكمل هذا التصحيح، خلاص يجب أن يطير. إذا لم يخرج من الصفقات فقد يؤدي إلى إنزال البيتكوين لمرات أخيرة. طيب كيف نعرف، كيف سنعرف نحن أنه هذا البيج بوي خلاص خرج؟ إذا حصلنا على نطاق في هذه المنطقة، وهذا النطاق يبقى في الثلث الأخير لهذه الموجة الدافعة، لا أريد أن يتجاوز هذه المنطقة، يبقى في تصحيح هنا، ثم بوم يبدأ بالتغلب على على البائعين. هنا سأعرف أن هذا البيج بوي خلاص خرج من السوق، وهذا البيج بوي اللي هو على فريم أسبوعي، لاحظوا معي إذا حددنا بيج بوي فريم أسبوعي هكذا، هذا هو بيج بوي فريم أسبوعي، هذا هو نطاق فريم أسبوعي، سنقول خلاص هذا البيج بوي هو الذي ماذا؟ والذي تغلب. اوكي طيب الان كيف سنتصرف مع البيتكوين؟ الان كما تلاحظون كسرنا هذا النطاق، كل ما نحتاجه هو تصحيح واضح في هذه المنطقة، احتاج الى تصحيح واضح في هذه المنطقة. كيف سيكون هذا التصحيح؟ يجب ان ننزل الى فريمات اخرى، ولاحظوا نحن لازلنا في البيتكوين من هذه المنطقة، ولازلنا صابرين على البيتكوين، لازلنا صابرين على البيتكوين. إذا البيتكوين نحن في هذا النطاق، تلاحظون هذا النطاق، نحن في حرب بين المشترين والبائعين. إذا لازلنا في هذا النطاق، هنا هذا هو النطاق. إذا لا زال البيتكوين يتذبذب بين هذه المنطقة، حرب بين المشترين والبائعين، تلاحظون هناك حرب بين المشترين والبائعين. هل ممكن يعود البيتكوين لهنا يتلاعب ثم يعود يكسر بقوة ثم يصحح؟ إذا أحتاج لكي أتأكد من أن خلاص البيتكوين هو للصعود، أحتاج أن يكون هناك كسر قوي لهذا النطاق. إذا أردت أن أتأكد من أن البيتكوين صاعد، لكن إذا استعملنا التحليل الموجي سنجد أنه، وإذا تذكرتم قلنا أنه سيكون هناك صعود لهذه المنطقة وبالفعل عفوا هبوط لهذه المنطقة وبالفعل حدث هذا الأمر، لكن لاحظوا قد يكون هذا نموذج راني أتوقع إذا لم يكسر، إذا كسر القاعدة نرى، لا لم يكسر كونتراكتين، قد يكون كونتراكتين، يعني قد يعود البيتكوين من هذه المنطقة، وإذا عاد سنقول أن هذا كونتراكتين، لكن نحن لا نتوقع الكونتراكت. إذا عاد نريده أن يعود ليعطيني نفس طول هذه الموجة كما تحدثنا 1 2 3 أو يعطيني كسر لهذا القاع، وحينها سيصبح جداري للبحث عن الصعود هو هنا. يعني إذا جاء البيتكوين الآن ونزل وكسر وعاد بقوة إلى هذه المنطقة اللي هي آخر موجة دافعة ثم بدأ يصحح، هذا هو صعودي إلى أين؟ إلى كسر هذه القمة، وحول وقت خسارتي إلى بريك إيفن، وهدفي سيكون نفس طول هذه الموجة هنا. تلاحظون؟ إذا الآن سننتظر لنرى، كما قلت لأنه ممكن يكون هذا كونتراكتين، ممكن كذلك يرجع البيتكوين يصعد يكسر هذه المنطقة ويصير ريجولر وينزل. إذا في جميع الأحوال قد يكون هذا فقط تصحيحا لنزول أخير، بعدها سيكتمل لي هذا النموذج سواء رانين أو إكسباندين، وستكون الموجة التصحيحية هي هذه، لاحظوا معي هذه الموجة التصحيحية 1 2 3، أحتاج إلى هذه الحركة 1 2 3، وحينها سنبحث عن الصعود كما قلنا. إذا هذا سيناريو ممكن يحدث. السيناريو الآخر هو أن ينزل البيتكوين ولا يتوقف في هذه المنطقة ويعود ويصحح، لا، أن ينزل البيتكوين بقوة ويصل إلى هذه المنطقة هنا،
ويبدأ بالتصحيح. سأخرج من هذه الصفقة النزولية الشرائية، عفوا سأخرج من الشراء وسأبحث عن البيع. إلى أين؟ إلى كسر هذا القاع وإلى كسر هذا القاع. وهنا سأقول أوكي، هذا البيج بوي على فريم اليومي لازال لم يخرج من كل صفقاته، وسيحدث تلاعب على فريم أسبوعي، سيحدث تلاعب على فريم أسبوعي، سيكون هناك تلاعب، لاحظوا معي، سيكون هناك تلاعب في هذا النطاق حتى يدخلونك في صفقات بيع. إذا عاد من هذه المنطقة، إذا عاد وكسر، سيكون هناك تلاعب يدخلونك في صفقات بيع، ثم يعود السعر، ويكون هذا هو النموذج expanding، النزول الأخير قبل الصعود. إذن يجب الحذر جيدا على أساس أنه ستكون هذه الموجة A B C، وبعدها نبحث عن الصعود. إذن إذا حدث هذا الأمر سأحاول استغلاله، سأحاول استغلاله، سأقول له إما تعال عود إلى هذه المنطقة الآن وبعد ذلك صعد بقوة وصحح وأنا للشراء، إما انزل بقوة عود إلى هذه المنطقة صحح سأخرج من الشراء وأبحث عن البيع لكسر القاع، وبعد ذلك من هنا سأبحث عن الشراء محاولة ثانية إن شاء الله. إذا في جميع الأحوال هذه الصفقة الشرائية لن تكون خاسرة بل ستكون رابحة في جميع الأحوال. فقط الآن سأنتظر لأرى هل سأستطيع التعزيز إذا كان هذا رانين أو إكسباندين، أو هل سيلغى كل هذا الشيء، سيعود السعر ويصحح، هل سيتغلب البائعون عن المشترون. طالما نحن في نطاق إذا هناك حرب بين المشترين والبائعين، نحن في حرب بين المشترين والبائعين، وهذه الحرب كلما طالت كلما الحركة المواتية عندما يتغلب المشترون والبائعين ستكون قوية. إذا تغلب البائعون قد تكون قوية تصحيح للبيع، إذا نزل وتلاعب وعاد وتغلب المشترون قد تكون قوية للصعود. إذا نحن في منطقة حرب، في منطقة نطاق بين المشترين والبائعين، وهذه أهمية تحليل الموجة والبرايس أكشن بطريقة منطقية، تعرف أين تتواجد، أين تتواجد. إذا إذا أردت الشراء أحتاج إلى تلاعب للبحث عن الشراء، إذا أردت البيع أحتاج أن يلغى التلاعب بهذا التصحيح البحث عن البيع. إذن هذا هو تحليلي اليوم للبيتكوين، أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو، أتمنى أن أعطيتكم بعض المعلومات وبعض الأسرار التي قد تساعدكم في استعمال المنطق. إذا أردتم احتراف المنطق، إذا أردتم احتراف البرايس أكشن تحليل الموجي، هذا هو العدد المناسب لك أخي الكريم. الرابط مثبت في التعليقات، أول رابط، وفي صندوق الوصف أول رابط، تضغط عليه وتتحدث معي مباشرة على الخاص، أنا اللي أجاوبك، وتبدأ رحلتك نحو 5% الرابحين، وتبتعين على 95% الفاشلين. لا تنسوا هدفنا وتعليمكم، وأنا العلم لا يعرف الكذب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.